ننتقل بكم الآن إلى كلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وكذلك البنية التحتية التعليمية، وهذا مهم جدا بالنسبة لاستعادة الحياة الطبيعية في أوكرانيا. أشكركم جزيلا على زيارتكم الثانية وعلى هذا التضامن المهم، وأشكر كذلك كل مواطن من مواطني فرنسا إسبانيا على دعمهم والمجد لأوكرانيا. الآن الكلمة لرئيس حكومة إسبانيا. شكرا جزيلا رئيس فولوديمير زيلنسكي على دعوتي لكييف في هذا اليوم المهم للغاية. أنا سعيد للعودة إلى كييف بعد زيارتي لكم في أبريل 2022، وأنا جئت اليوم إلى كييف لأجدد دعمنا الكامل من إسبانيا لأوكرانيا ضد الغزو غير المبرر لبوتين لأوكرانيا، وهذا مضاد لأعراف وأخلاقيات النظام الدولي وكذلك لميثاق الأمم المتحدة. ولذلك أنا أنقل رسالة إلى زيلنسكي من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسنواصل دعمكم ما دام ذلك مطلوبا، وأوكرانيا هي التي ستفوز في نهاية المطاف. الغزو اللاقانوني لروسيا لأوكرانيا ما كان يجب أن يكون، ولن نعترف بالأراضي التي ضمتها قصرا روسيا. هذا معارض لميثاق الأمم المتحدة لأنه يخرق سيادة أوكرانيا وكذلك وحدة أراضيها. نطالب بالانسحاب الكامل لروسيا من الأراضي الأوكرانية. أنا والرئيس زيلنسكي ناقشنا عددا من القضايا. أولا ناقشنا التعاون العسكري وقلنا إن أوكرانيا ما تزال تحتاج دعمنا في هذه الأوقات العصيبة، وسنقدم هذا الدعم. نحن قدمنا مسبقا مختلف الأسلحة والمعدات والذخائر، ولكن هناك حاجة لدعم إضافي لمواجهة غزو روسيا، ولهذا فإن إسبانيا ستطور دعمها العسكري لأوكرانيا. وقررنا مؤخرا أن نرسل إلى أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائنا ليوبارد 2، وأيضا نسقنا مع الحلفاء الآخرين لنزيد قدرات القوات المسلحة الأوكرانية. فوق كل هذا نحن ندرب مسبقا الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد 2، وهناك مجموعة من الأوكرانيين يتلقون ونحن نتحدث هذا التدريب، ونحن نريد أن يكون هناك تزامن في تسليم هذه الدبابات مع انتهاء التدريب الذي يتلقاه الجنود الأوكرانيين. كذلك يمكن أن نرسل دبابات ليوبارد 2 في وقت لاحق إذا اقتضت الضرورة. وفيما يخص الحاجة إلى مزيد من الذخيرة، نحن ندافع بقوة في الاتحاد الأوروبي عن إجراء مشتريات إضافية للذخائر لنساعد الدفاع الأوكراني. ودعوني أكون واضحا، أوكرانيا تواجه غزوا غير قانوني، وتعاوننا العسكري يهدف إلى مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وعبر هذا نحن ندافع عن القيم الدولية التي تسمح لنا بالتعايش مع بعض كدول، وحدة الأراضي وسيادة كل دولة والحرية في تقرير المصير لكل الشعب. وكذلك إسبانيا قالت إنها مستعدة لمرافقة أوكرانيا في تلبية كل تطلعات الأوكرانيين لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، ونحن نتطلع أن يكون هناك تطبيق من الحكومة الأوكرانية لكل المتطلبات التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي. فوجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون مهما، ونحن اعتمدنا أمس الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا،
وهكذا أوضحنا بأننا سنحتفظ بموقفنا إزاء روسيا حتى تتحقق كل الأهداف. هذه الحزمة من العقوبات أرسلت رسالة عن وحدة أوروبا وكذلك تناغم آراء أفرادها وأعضائها. كذلك نحن قمنا باستصدار قرار مهم من الجمعية العامة، وهو يأتي بعد سنة من الغزو ويجدد تأكيدنا والتزامنا ببنود وقيم الميثاق الأممي. ولذلك نحن ندعمُ الاتفاق الخاص بالسلام الذي يقدمه زيلينسكي ونتطلع إلى تطبيقه. كذلك نحن ناقشنا أثر الحرب على الصعيد الوطني في أوكرانيا وكذلك على الصعيد العالمي، وأنا أكدت لزيلينسكي بأن إسبانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا على التعافي اقتصاديا، ونحن دعمنا حزمة 18 مليار يورو التي كان قد أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، وكذلك كنا قد أعلننا عن دعمنا ل 200 مليون يورو في اجتماع سابق، ونتطلع أن يكون هناك تلبية لكافة الحاجات التي ستكون لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب. حرب بوتين في أوكرانيا تسبب أزمة في الطاقة والغذاء في كل العالم، هذا أمر أيضا ناقشناه. ولذلك أنا أخبرت الرئيس زيلينسكي بأن كافة المبادرات الموجودة الآن على المستويين الإقليمي والدولي تسعى لمواجهة هذه التحديات، وأنا أدعم مواصلة مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود، وكذلك نرحب بإسهامنا ب 2.4 مليار يورو في برنامج الغذاء العالمي. وأنا ختاما قلت لزيلينسكي بأننا سنلتزم بدعمنا المتواصل وصل ل 160 ألف أوكراني موجودين في إسبانيا، سندعمهم بالتعليم والغذاء وكل الخدمات ما داموا محتاجين لذلك. كذلك نحن في إسبانيا نتعامل مع الأوكرانيين الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات إسبانيا، وبطبيعة الحال هناك إصابات مختلفة. وأيضا قلنا لوزارة الصحة الأوكرانية إننا مستعدون لتقديم الأطباء والممرضين وتدريب كذلك الأطباء والكادر الصحي الأوكراني في ساراغوسا في إسبانيا لتقديم خدمات للجرحى والمصابين. وإذا كانت الوضعية سيئة ومتفاقمة، أنا لدي أمل بأن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن الحرية، فأنتم لستم وحيدون في هذا النزاع، إسبانيا ستظل معكم دائما. شكرا جزيلا صديقي العزيز.